السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثني عن الأشياء التي لا توصف، سأقول لك أنك تشوف أو تركب أو تسوق حتى هذه السيارة، فإن لم تكن الوحيدة في العالم فإنه لا يوجد مثلها. نعم، وبفكرة جزائرية، تحديدا داسيا لوغان إيرس. هذه السيارة اللي حكينا عليها نعم الوحيدة في العالم، واليوم مع أخونا وحبيبنا عبدو تهمي إن شاء الله. السلام عليكم. راح يعطينا كل التفاصيل الخاصة بهذه السيارة والفكرة والمشروع أو البروجي كما نقوله. بون أخونا عبدو، بسم الله. هاي لك، هذه داسيا لوغان فاز اون، فيها كيت 100% مخدوم في الجزائر، كلش مخدوم سير ميزور، فيها بارشوك تاع لوغان موديفي مع بارشوك تاع سامبول، كدا حاجة اونيك في العالم. تما هذه ما كاش اللي دارها، هذه فكرة تاع صاحبنا مونس، تنخدمت عند اي ام سي عين بنيان كلش، وهذه تما غير الاستيتيك. دوك نهضروا لكم ثاني على الموتور تاعها. فوالا، فيها لي لارجيسمون تاع لي زال لافون اريير، من هنا فيها اون جونت سبيسيفيك سبور. دوك نهضروا على الفريناج تاعها وصوالح، فيها شونجمون دو كولور، هاي لي كومبلي نوار. والاريير تاعها فيها لامال تاع لوغان فاز دو، في هاد لو بتي تريك هذا خارج، وفيها الديفيزور اريير تاع كليو 3 ار اس. هاوليك فوالا، هاي لي كابوبري. وتو خونا عبدو راح نحكو على الميكانيك الخاص بهذه السيارة، بقدر ما شفنا على أنها ما شاء الله راهي تبان في الطريق ما كاش يا من برا تخلع، بس من القلب تاعها يخلع إن شاء الله. أولا عندنا هنا في الغطاء في الكابو، شو هذه يسميوها لا بريز دار، روح شوف فيها بريز دار لهنا، باسكو الموتور اللي راهو فيها ماشي موتور تاع لوغان، ماشي زعما فيها كيت من برا سبور هكذا تخلع، فيه باطل. فيها يلا بريز دار، فيها هاد لاكالوندرا دي مبدله دايلها شبكه، فيها تاني بريز دار في ليزال، فيها بريز دار تالي في ليزال باش تبرد لي فرانس ولا هكذا من هنا. شوف ديجا اولا الحاجه الاولى يتبان من برا فريناج تاعها، فيها فريناج تاع ميغان دو ار اس، هذا تما تاع لافون وتاع لاريير، فيها برمبو نعم 4 بيستون، وفيها فريناج اريير تاع كليو 3 ار اس. هاي لك لهنا، فيها تاني بريز دار من هنا. هاي لك عندك البنو، الله يبارك، راهو من ميشلان. في لي بيلوت سبور كات صحيح. دوك نوريك واش كاين تحت الكابو، روح شوف ان شاء الله. هاوليك ورينا بابري الكيت تاعها. بسم الله، بسم الله، روح شوف. بسم الله ما شاء الله، الله يبارك. هاليك هي نورمالمون دوريجين، اكتب لي موتور ماشي تاع هي دوريجين، فيها ان 4 75 شيفو. تنحى الموتور، تنحى كاع مام كاع ليسيو افون تنحى، وركبوا لها ليسيو تاع ميغان دو ار اس، والموتور تاعها دوريجين تاع ميغان دو ار اس فيه 225 شيفو. هادي راهي دوك فيها 300، تسمى دوك كيما راهي ديجا جاست من 75 ولا ديجا 225، وزادوا داروا لها ستاج راهي دوك فوق 300، ما على بالناش شحال فوق 300، بالك مانيش عارف انا. فيها لادميسيون سير ميزور، هاي فيلتر كورني، فيها دونفال فورج، هادو لي ديري سيليكون، فيها بارونتي رابروشمون، تسمى خير ربي تاع لي موديفيكاسيون باش يرونفورسيو الشاسي ويزيدو لا بويسونس تاعها. عندك الله يبارك التيربو. نعم، هاوليك هاي الواست جيت تاعو، هاو كلش ربي ما شاء الله. هادي تخدمت في 2011 عند اي ام سي عين بنيان، هاي لك خدمت عندهم كلش كاروسري ميكانيك، ما هادو ديجا دوريجين. هادي حاجه صغيره ما تروماركيهاش، فيها لي فيران في الكابو ما يتنحل تسمى اوتوماتيكمون، ما فيهاش هذيك العفسه، هذا تسمى ديتاي صغير برك، فهمني. انا هذه 2011 وجدت راك معايا، تسمى وجدت معناتها الفكره هذه تاع تعديل السيارات. تسمى قبل من 2011، 2011 وجدت راك معايا. تو رانا نشوفوها بزاف هنا في الجزائر. انا بيرسونالمون انا كي شفتها اللي جاتني ليدي باش نبريباري طونوبيلتي، معناتها في 2017 هكذاك غير قول في 2016 هي شفتها قبل راك معايا، شفتها بالك في 2015 طونوبيل هذه ما سمعت ماناش بزاف عليها، فهمني. كان بروجي سكري هكذا منا، جات الفكره قلت يا خويا تسمى الناس، كاين الناس في الجزائر يحبوا يطوروا الدوم، هذه حاجه اوني كوموند ماشي زعما حاجه صغيره ولا، كي تشوف الناس لحقوا داروا هذه الحاجه في لوغان تقول علاش ما ديرهاش انت ثاني في طوموبيلتك. تسمى قدوه، هذه شغل كي شفناها شفناها قدوه. فوالا نشوفوها من الداخل. من الداخل لا، هاي روح هاي لك، ولي موديفيكاسيون ماشي غير من برا في الموتور، مام الانتيريور، الانتيريور تاعها عندها طابلو سي ان ميلونج تاع الميغان دو مع تاع لوغان، هاهم لك الصوالح تاعها منا، فيها دي في دي باروت، هاو لك، فيها فون اوتيلي بي الكونتارا، فيها الكونتارا في الطابلو في الصوالح، هاك فيها بواط سيس تاع ميغان دو ار اس، هاي لك، فوالا، راح تشوف لهنا فيها طابلو تاع ميغان دو ار اس،
تما موديفيكاسيون كومبليت من برا ومن الداخل. مام هاوليك مام سيال دو طوا تاعها هاوليك بلا الكونطاره وفيها طوا اوفر هاوليك هذا ما اكزيستيش فيها طوا اوفر داولها طوا اوفر وفيها لي فيها لي سياج باكي هاملك بالكوير و ولا الكونطاره ومام لي فيتر تاعها امبيسيونال تما هاد لي بيتي ديطاي هادو ومن برا كي تشوفها تبان هي طوا بورت تبان لاريير مكونداني مي هي لا لا هي لاريير تاعها تفتح فوالا هاوليك من الداخل مام لاريير هاوليك بالكوير لا الكونطار هكذا كلش ما شاء الله هاي لك فوالا والله مال اروح تشوف لامال فيها سونو بيونير هاوليك 1300 واط كلش مخدوم سير مزير هاوليك هاوليك ما شاء الله الوايد بودي الله يبارك راه هذا معرضه كاع هاي لك اروح تشوف شوف لا ديفيرونس ديجا هذا كاع زياده عرض راك فاهم هذا كاع لاريير صح لاريير راه سيرتو تبان بزاف في لافون كي تحكمها من لافون عريض عليها بزاف وهاد الطرافه هذا تاع لا كاروسري كاع هاد البودي كيت كاع خدمو ياسين شايب يعطيه الصحه وبارك الله وفيه فيها شونجمون دو كولور ايلاجيسمون تاع لي زالافون اريير بودكاست مخدوم بيرسوناليزي تما ما شاء الله في لا كاروسري ما عندنا ما نهضروا عليها والجماعه اللي تحب الحس والترطيق في الطريق و طاب مونتاحا فيها لين فول تيوب اينوكس تاع كليو 3 ار اس هاوليك عندها ديفيزوري من تحت كاع لا لين فول تيوب كيما تاع الجروب ان تاع كليو 3 ار اس دوك النوضوهات تسمعها ايه معليش اربع نعم تنظر القفلة شوف فيها ستارت اند ستوب بسم الله كما شفتوا هذه داسيا لوغان من الجيل الاول منها تحديدا هذه 2007 كيفاه تبدلت بالكامل وحكى لكم عليها اخونا عبدو بارك الله فيه ان شاء الله السياره هذه فكره ان شاء الله تعم على كامل القطر الجزائري والعربي حتى في سيارات عاديه على ان نشوفها سيارات معدله وافكار جدا بعيده نتحدث على هذه السياره 2011 تخيلوا هذه الفكره عموما عبدو كاش ما عندك تقول لنا على يا خويا ديجا نشكرو رونو اي ام سي باينام هما لي سبيسياليست في الجزائر تاع رونو سبور لي خصو لا بياس لي عنده بروبليم في كليو ار اس ميغا ار اس تاعو يا بيان هما انا لي بور مو جي لي كونساي سي بيان رونو اي ام سي باينام هما لي داروا هذا البروجي هذا سوا باش تنحي اي سي وتركب اي سي وتنحي موتور تضابطي من راهي خدمه كبيره الله يبارك نخدمت عندهم ا زد توسكي ميكانيك
وتو سكي لا كاروسري قلنا عليها ديجا خدمها ياسين شايب، يعطيهم الصحه خدموا كيف كيف، خرجوا لنا حاجه تحفه. انا بور ما دي تحفه، كاين اللي يقول لك كيفاش وديرها في لوغان ومنا، انا بور ما كي داروها ورونا القدرات تاعهم ولعقوا بروشان بروجي ان شاء الله. الله يبارك. انا قلت لك شفناها لو كان جات سياره سبور كيما الجولف ار كيما شغل بان لك حاجه عاديه، بان عاديه حتى لو كان يديروا كيما هذوك تاعين الجولف ار اللي يديروا لونتيلاق يديروا حوايج بعيد بصح مهما كان هي رياضية زادوا خلوها بليس كما نقول بصح هذه عادية سيدان استخدام يومي أنك تشوفها هكا هذه الله يبارك تفرح يا أخوي إن شاء الله نشوفوا أفكار أخرى وبارك الله في خونا عبدو رونو أيمسي ثاني كل الشكر لهم وبإذن الله في الخدمة للسيارات الرياضية إن شاء الله. فجماعة الخير هذا اللي كان عندنا اليوم، أي أشخاص عندهم سيارات نادرة أو تعديل كما نقول بعيد جدا أو حتى بفكرة جديدة خلينا نقول يعني من الآخر، عموما هذا حسابي على الواتساب، تواصلوا معي إن شاء الله للتنسيق ونصورها ما كاين حتى إشكال بإذن الله. في الأخير شكرا أخانا وأخونا عبدو، شكرا رونو IMC على هذه الدعوة، إن شاء الله انتظرونا في الجديد. هذا حسابي على الانستغرام mth_397. مرحبا بكم في كل وقت إن شاء الله، ونختم كالعادة هذا المقطع بالصلاة والسلام على رسول الله، في أمان الله، سلام.